الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حياتنا هذا البرنامج اللي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر مشاهدينا بداية يسعدني في هذا المساء أن بالخير على أخوي وزميلي عبد الله الهلابي عبد الله مساء الخير مساك الله بالنور سلمان ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا إن شاء الله راح نسلط فيها يعني الكثير على الكثير من الأمور وراح نسلط الضوء على الكثير من المواضيع في حلقة اليوم عندنا اليوم مواضيع وايد سلمان عبد الله مثل ما يقولون من كل بستان زهرة اليوم صحيح. إذا بنتكلم عن الطرق في في قطر وهيئة الأشغال العامة أشغال إذا بنتكلم عن وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية ونتكلم عن القرآن الكريم أيضا اخواننا المكوفين لهم نصيب في هذه الحلقه وعندنا ايضا مرور على جامعه قطر. صح يعني الكثير من المواضيع اللي ان شاء الله راح نتكلم عنها اليوم فخلوكم ويانا مشاهدينا الكرام، وايش رايك سلمان قبل ما ننتقل لمحاورنا وقبل ان ننتقل مع ضيوفنا عندنا امور وعندنا تقارير راح نتكلم عنها، ايش رايك نبدا؟ وعندنا مواضيع هامه عبد الله راح نبداها مع الساده المشاهدين بهذا الخبر، مشاهدي الكرام حيث اقر مجلس الشورى مشروع قانونيه التامينات الاجتماعيه والتقاعد العسكري اللذين تم اعدادهما تنفيذا للتوجيهات الساميه لحضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى حفظه الله لبناء نظام فعال للحمايه الاجتماعيه لجميع القطريين ومواجهه اعباء الحياه وتلبيه للتطلعات الخاصه بالمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وطبعا كان المجلس قد عقد اليوم جلسته الاسبوعية العادية برئاسة السيد حسن عبد الله الغانم رئيس المجلس وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لاوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من اجل الوطن تم اقرار مشروع القانون. مشاهدينا الكرام في هذا السياق ثمن سعادة سيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى ثمن جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروع القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى وأكد السادة أعضاء أعضاء مجلس الشورى على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين يذكر مشاهدينا الكرام أن مشروع القانونين اللذين أقرهما مجلس الشورى تضمن عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين والتي لم تنص عليها القوانين الحالية خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتعرف على أبرز ما جاء في مشروع القانونين خلونا وياكم نشوف هذا التقرير ونرجع بعده أقر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يتضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين من أبرزها ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطرين من غير المستحقين للمعاش منح علاوة دورية للمعاش منح سلف لأصحاب المعاشات تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يتجاوز المئة ألف ريال زيادة نسبة الأرملة إلى مئة بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها المرأة لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة ألاف ريال قطري استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة من شرط مدة الاشتراك لتتم تسوية معاشهم وفقاً لضوابط التي حددها المشروع الحصول على الحمايه التامينيه في وقت اداء الخدمه الوطنيه في حاله الوفاه او العجز الاهتمام بالمتقاعدين يعكس حرص القياده الرشيده على تحقيق الرفاهه لجميع المواطنين في بلد الامن والامان اذا مشاهدينا الكرام بعد هذا الخبر الهام والاعتماد الذي جاء من قبل مجلس الشورى لمشروع قانون التقاعد والتامينات الاجتماعيه وايضا التقاعد العسكري عدد كبير من النقاط امانه ممكن تبعناها بتفاصيل اكبر خلال هذا التقرير عبدالله ولعل ابرزها لا يكون أن الحد الأدنى للمعاش التقاعد يكون 15 ألف ريال يقترب بالإضافة إلى عدد كبير من الامتيازات الموجودة في القانون الجديد يعني كل هذه القوانين تصب في مصلحة المواطن أكيد وياكم مشاهدين الكرام ننتقل لموضوع آخر حيث انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأمن الغذائي للدول الإسلامية والذي تنظمه المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي مشاهدي الكرام تستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام حيث تأتي استضافة دولة قطر لهذا المنتدى تأكيدا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدول الإسلامية من خلال نقل التجربة القطرية طبعا خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع تفاصيل اليوم الأول لفعاليات منتدى الأمن الغذائي للدول الإسلامية ونرجع بعدها زيادة الإنتاج من الحبوب الغذائية بالاعتماد على الذات من بين أبرز الموضوعات التي سيناقشها المشاركون من الدول الإسلامية المستهلكة والمنتجة في منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هنا في الدوحة، والذي يتطلعون إلى تحقيقها من خلال التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بما يحقق الاستقرار في سوق السلع الاستراتيجية. هناك سلع استراتيجية لا يمكن زراعتها في دولة قطر وهي الحبوب. والتي نقصد فيها طبعا القمح والارز والسكر وزيت الطعام. هذه السلع دوله قطر تؤمنها من خلال تامين مصادر استيرادها بحيث يعني تستوردها من عده دول. الامر يتطلب الى زياده التعاون بين الدول الاسلاميه، رفع قدرات الدول الاسلاميه المنتجه لهذه السلع. هي تحديات تتطلب بحسب مختصينه رؤى وسياسات مدعومه بمبادرات ذكيه تواكب ما يدور في المنطقه والعالم من احداث مهدت لها منظمه الامن الغذائي بالاعلان عن برنامج الزماله المشترك للباحثين في الدول العضاء وتوقيع اتفاقيه شراكه مع الغرفه الاسلاميه للتجاره لمزيد من البحث والتقصي وتطوير التقنيات والاساليب للاستفاده منها في نظم المياه والقطاع الزراعي العالم يعاني من سلاسل الامداد وخاصه في ظل الصراعات والحروب وبالتالي هذا المنتدى سيناقش هذه المساله بشكل كبير ويضع الحلول الجذريه هذه الاتفاقيه تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الامن الغذائي، كما نعرف الذي ينتج الاغذيه سواء كانت هذه الاغذيه الاغذيه الاوليه مثل اللحوم مثلا والحبوب ونحوها هو الذي ينتج الأغذية المصنعة والذي يقوم بعمليات الشحن والتصدير والتعبئة إلى آخره هو القطاع الخاص وتأتي استضافه الدوحه لهذا المنتدى في وقت حققت فيه الدوله تقدما في مجال الامن الغذائي، حيث زاد الانتاج المحلي من المنتجات الزراعيه والسمكيه والحيوانيه والالبان بنسبه بلغت 400%. ساعد ذلك في تقديم نحو 177 منتجا غذائيا وطنيا، مما اهلها ان تحتل المرتبه الاولى على مستوى الدول العربيه والرابعه والعشرين عالميا في مؤشر الامن الغذائي. اذا مشاهدينا الكرام عود لكم بعد هذا التقرير وراح ننتقل معاكم الى اولى فقراتنا الحواريه مشاهدينا الكرام حيث تتواصل عمليات افتتاح العديد من المشاريع التي تمثل اضافه كبيره للبنيه التحتيه للدوله والتي كان اخرها افتتاح الطريق الرئيسي للدائري الرابع ونفق تقاطع فريج العلي التضامن. طبعا هذا الافتتاح سيسهم في تقليص زمن الرحله الى نحو 70% وتحقيق انسيابية مرورية كبيرة مع طريق الدوحة السريع للوقوف على طبيعة هذا المشروع وما سيشكله من إضافة مهمة لمشاريع البنى التحتية يسرنا أن ينضم إلينا في الاستديو المهندس صالح محمد علي الشيبة مهندس مدني في من إدارة الطرق السريعة في هيئة الأشغال في هيئة الأشغال العامة أشغال في البداية رحب فيك ويانا ومساك الله بالخير مساكم الله بالنور السرور ومشكورين على تحت الفرصة والاستضافة للحديث عن مشاريع الهيئة والمشاريع يعطيك الصحة والعافية أخوي صالح وإحنا أمانة سعيدين دائما بتواصل هيئة الأشغال العامة أشغال المستمر معنا مع في تلفزيون قطر لكن بداية يعني مبارك لكم ومبارك لأنفسنا وكل سكان المناطق المحيطة بالدائرة الرابعة على هذا الافتتاح ممكن اللي مر في هالطريق الأيام اللي طافت شاف جمال التصميم وشاف الانسيابية اللي موجودة في حركة المرور فخلنا نتكلم اليوم يعني ونوضح للسادة المشاهدين عن الطريق الدائرة الرابع والافتتاح اللي صار طبعا قامت الهيئة بافتتاح طريق الدائري الرابع نفق وتقاطع فريج العلي المعروف بتقاطع التضامن وذلك تم بعد عملية تطوير الطريق حيث أن يبلغ مسافة المشروع حوالي ثلاثة ونصف كيلو متر تم إنشاء هذا الطريق ليخدم المناطق السكنية المجاورة للمشروع والمراكز التجاريه والتعليميه وايضا الصحيه التي حول تتمركز حول تلك المنطقه. نعم، يعني احنا سمعنا وقرينا قبل شوي انه يعني ت... يعني الطريق هذا راح يسهل 70% من الحركه المروريه يعني راح تكون اسهل وراح تكون اسرع. هذه ميزه من المزايا، بس نتكلم عن المزايا الثانيه لهذا الطريق وهذا الافتتاح. صحيح، اول شيء استغل الفرصه اني اتكلم عن المشروع، المشروع هو في تم انشاء وتطوير ثلاث تقاطعات مهمه في المشروع، م. تقاطع التضامن وتقاطع النعيجه المول، وتقاطع المعروف تقاطع اللولو. كان في السابق الطريق يتكون من ثلاث مسارات، تم توسعته الى اربع مسارات يتسع في طاقه استيعابيه 16 ألف مركبه في كل اتجاه في الساعه. ايضا تم في السابق كان يتسع ل ألف مركبه فقفزنا يعني الى ألف مركبه في الساعه هاي الشيء سبب الى انسيابيه في حركه المرور. ايضا ان فتحنا نفق التضامن وهو نفق مسافته حوالي واحد كيلومتر متكون من ثلاث مسارات في كل اتجاه بطاقه استيعابيه ألف مركبه في الساعه. ايضا من مزايا المشروع ان تم استبدال جميع الكيابل مياه الصرف الصحي البيبات وشبكات الاتصال وتم انشائها بشكل تجديدها بشكل كامل في المشروع وتطويرها ايضا من مزايا المشروع ان جميع المواد المستخدمه في هذا المشروع ما يقارب 66% من المواد المستخدمه في هذا المشروع محليه الصن. جميل بما آه منها أحمدة الإنارة كبلات الكهرباء الحديد المسلح وأيضا يميز هذا المشروع أن تم استخدام ما يقارب 100 ألف طن من الأسفلت و17 ألف طن من الحديد المسلح وتقريبا 105 متر مكعب من الخرسانة أكيد ويصالح يعني مثل هذه المشاريع طبعا المستفيد الاساسي منها هو مستخدم الطريق من مواطن ومقيم وممكن بشكل اكبر اهالي المناطق المجاوره، شلون لمستوا ردود افعالهم؟ الكلام اللي قالوه ويثنون فيه على المشروع سواء في التواصل الاجتماعي وحتى لكم بشكل مباشر في اشغال. صحيح ان الحمد لله ان يعني بعد ما تم الافتتاح لاحظنا انسيابيه في الحركه المروريه، سكان المنطقة يعني خصوصا أنه يخدم مناطق عديدة منها منطقة الهلال ومنطقة نعيجة والمطار القديم وأيضا يربط ما بين طريق الدوحة السريع والطريق الدائري الرابع اللي هو أنت رايح عند اللولو وأنت رايح صوب المطار هناك فصارت انسيابية مرورية مثل ما ذكرنا سابقا قبل يعني كان في إشارات مرورية وازدحامات الآن يعني راح يوفر 70% من وقت الرحله وانت جاي من طريق الدوحه السريع مرورا بالطريق الدائري الرابع. نعم، يعني يمكن لو نتكلم عن التحديات اللي واجهتكم خلال تنفيذ هذا المشروع، يعني هل انتهى في المده المعينه اللي انتم كنتوا حاطينها؟ انتهى قبل المده المعينه اللي كنتوا حاطينها؟ والتحديات اللي كانت واجهتكم خلال هذا المشروع؟ وطبعاً واجهتنا تحديات وصعوبات في هذا المشروع لأن المشروع يتمركز في وسط مدينة الدوحة صحيح. وإيضاً أنه يقع حوالي مناطق سكنية يعني نعيجة والهلال والمطار مطار. القديم فخذ استغرق منه حوالي 5 مليون ساعة من العمل والحمد لله خلصنا منها من غير أي إصابات تذكر حتى الآن وذلك باستراتيجية الهيئة التي تتبعها في الصحة والسلامة ايضا أنا استغل الفرصه هاي ان اشرح شلون صار النفق تم انشاء النفق يعني بطريقه جديده هالمره ان نبتدي من إنشائها من الاعلى الى الاسفل اول شيء بدينا بانشاء السقف ومن ثم عقب ما السقف وضعنا الاساسات وتم انزال حفارات تحفر من تحت الارض للنفق كما تعلمون انا شاهدنا ان اول شيء انفتح تقاطع التضامن من فوق الاشارات المروريه صحيح وفي نفس الوقت والتقاطع مفتوح كان الاعمال مستمره تحت في, في النفق والحفر جميل فهاي يهدف الى ان ما نعرقل حركه السير او نسبب اختناقات مروريه اللي اللي مر على النفق اخوي صالح الايام اللي طافت انا شفت صور وايد وفيديوهات الزخرفة والرسومات اللي موجوده داخل النفق، خلينا نتكلم اكثر عن هذا العمل الابداعي الجميل امانه صحيح هاي العمل تم التنسيق مع الاخت الفاضل الفنانه فاطمه الشرشاني يعكس هاي العمل ابراز الهويه العربيه في الخط جماليه الخط العربي والحروف العربيه نعم, نعم لو نتكلم وياك المشروع هل انتهى 100% ولا باقي اشياء ان شاء الله يعني ان شاء الله راح تنتهي خلال الفتره القادمه. العمل جاري على المشروع حاليا من الطرق الفرعيه للطرق الخدميه وايضا العمل جاري في انشاء مسارات للدراجات الهوائيه للمشاه بطول 4.5 كيلومتر وايضا التشجير مستمر على طول المشروع. جميل. اليوم اخوي صالح اذا تسمح لي بهذا السؤال يعني احنا قاعدين نشوف مشاريع امانه قاعدين نشوف تطور من قبل هيئه الاشغال العامه اشغال ولكن ما يثلج الصدر اكثر من المشاريع اللي موجوده على ارض الواقع نشوف شباب قطريين مثلك وشرواك اليوم في اداره هذه المشاريع سواء اذا بنتكلم عن الطرق السريعه، الطرق المباني وغيرها من الادارات اللي موجوده في اشغال. خلينا نتكلم اليوم عن دعم هيئه الاشغال العامه اشغال لكم كمهندسين قطريين وتصدركم ما شاء الله لاداره مثل هذه المشاريع الحيويه والكبيره. طبعا هيئة الأشغال تدعم المهندسين وتدعم الشباب بدورات تدريبية ويعني تدعمهم بكل السبل اللي يعني تبرزهم في المشاريع هذه وتصد لها المشاريع والحمد لله طبعا ما منها كسور جميع الشباب الموجودين في الهيئة يعني كلهم كفؤ وكلهم يشكرون على هذا الجهد. الله يعطيكم العافيه. و... على هاي الجهد. الله يجزاكم ال... الله يجزاك خير واحنا هذا واجبنا سمعت. واجبنا ان احنا نبرز هذه الامور نبرز الشباب القطري اللي يبدع في مثل هذه الامور. نبي منك كلمه اخيره توجهها للمشاهدين واللي راح يزورون هذا الطريق ان شاء الله. طبعا الطرق السريعه هيئه الاشغال تهدف الى انشاء طرق سريعه عالميه بمعايير عالميه تربط جميع مناطق البلاد في بعضها البعض. ومنها هذا هو الطريق الدائري الرابع اللي يخدم مناطق منها نعيجه والهلال والمطار القديم. هاي الطريق يعني هو راح يسبب يعني انسيابيه في الحركه المروريه. نعم. فاتمنى يعني ان من المرتدين الطريق يعني انهم يستمتعون في انهم ينظرون الى يعني هذا الفن المرسوم على الجداريات في الطريق. يركزون في السواقه اهم شيء. اكيد طبعا <applause> طبعا طبعا اهم شيء السلامه السلامه المروريه اول شيء. طبعًا. كل شكر لك اخوي المهندس صالح محمد علي شيبه وانت مهندس مدني من اداره الطرق السريعه في هيئه الاشغال العامه اشغال وشاكرين جهودكم الجميله وان شاء الله اللقاءات دائما تجمعنا بالمهندسين الشباب من اشغال ان شاء الله يعطيكم العافيه ومشكرين. الله يعطيكم العافيه انا لحين سلمان ترى ما مريت على الطريق ان شاء الله لازم تمر إيه. لازم تمر الرسومات اللي موجوده عبد الله يمكن انا بعد ما مريت لكن شفتها في يعني كل من مره هناك صور وشفناها في الاخبار وامانه عمل عمل جميل جدا ويستحق الاشاده وان احنا نتكلم عنها صحيح. صحيح احنا احيانا يعني يمكن سلمان يوم نشوف بعض الاشغال اللي تصير يمكن نتذمر في البدايه ان ليش قاعدين يسوون هذه الاشياء ولكن يوم نشوف النهايه ونشوف جماليه الطرق وجماليه الاشياء الموجوده في هذا الطريق نقول الحمد لله ان يعني انتظرنا الحمد لله الحمد لله راح ننتقل مع الساده المشاهدين الى موضوع اخر مشاهدينا ينظم قطاع شؤون الطلاب في جامعه قطر يوم غد الثلاثاء اليوم المفتوح الافتراضي لجامعة قطر 2022 وهو حدث سنوي تحرص على إقامته الجامعة طبعا للتعرف أكثر على تفاصيل هذا اليوم الافتراضي يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيدة إيمان المجلي أخصائي أول إرشاد وتوجيه في جامعة قطر في البداية راح في في هذا الاتصال وخلينا نتكلم عن اليوم المفتوح لجامعة قطر وشنو هو الهدف من إقامة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه في البدايه احب ارحب فيكم اخوي سلمان واخوي عبد الله أه بالنسبه لفعاليه اليوم المفتوح الافتراضي أه واللي ستقام ان شاء الله تحت اشراف قسم الارشاد والتوجيه بقطاع شؤون الطلاب أه يعتبر حدث جدا مهم لطلبه المرحله الثانويه واولياء الامور والهدف من هذه الفعاليه هو ان احنا نتيح الفرصه واتاحه المجال للطلاب واولياء امورهم للتحدث مباشرة مع ممثلي أقسام وكليات جامعة قطر ويتعرفون عن قرب عن على جميع المعلومات المطلوبة للالتحاق بجامعة قطر وطبيعة الدراسة طبعا اللي بتكون طبيعة الدراسة الجامعية وراح يشارك في هذه الفعالية الفعالية جميع الكليات والتخصصات بجامعة قطر والبالغ عددها تقريبا عشر كليات ايضا بيشارك معنا مشاركين من وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي ومبادره قراري واداره الانشطه والخدمات الطلابيه، بالاضافه الى مركز التطوير المهني وبرنامج التميز الاكاديمي وايضا البرنامج التاسيسي ومركز الاختبارات. اكيد يعني اللي فهمته من كلامك السيده ايمان ان الحدث هذا كونه افتراضي في, في, في هذه النسخه لا يقتصر فقط على المجتمع الجامعي داخل جامعه قطر من كليات او حتى طلبه بل هو مفتوح ايضا للجميع للمشاركه فيه. نعم بالضبط. نعم، لكن اليوم خلينا نتكلم اكثر عن الطلاب خصوصا طلاب المرحله الثانويه وطلاب الثانويه العامه، كيف ممكن يستفيدون اكثر من خلال وجودهم في هذا الحدث؟ بالنسبه للفعاليه طبعا مثل ما ذكرت ان الفعاليه راح تبتدي ان شاء الله اعتبارا من يوم الغد لمده يومين تبدا من الساعه 3 العصر وبتستمر لين الساعه السادسه مساء بتكون فرصة جدا مثيرة وممتعة راح يتمكن الزوار من الاستفادة من جميع المواد المعروضة من كتيبات وفيديوهات تعريفية ويمكنهم ايضا تحميلها متى ما استطاعوا طبعا بيكون اليوم المفتوح متاح لهم لمده شهر وهذه العروض وهذه الكتيبات والفيديوهات طبعا بتكون متاحه لهم طول فتره الشهر حتى بعد انتهاء الفعاليه. نعم يعني احنا الحين ويا المشاهدين قاعدين نشوف الطريقه شلون ممكن أن يسجلون في هذا الملتقى او في هذا اليوم المفتوح لجامعه قطر واكيد يعني اليوم هو انتم مسمينه عيش التجربه صحيح نعم أ... عيش التجربه أ... ليش يعني قررتوا ان تسمونه بهذا الاسم هي فرصة كبيرة للطلاب انهم يعيشون التجربة بحضور الفعالية، طبعا الفعالية الافتراضية بتكون، يدخلون في الغرف الافتراضية، يتعرفون على الكليات، كل كلية بتكون موجودة في غرفة افتراضية، طبعا الدعوة وجهناها لجميع الطلاب طلبة المرحلة الثانوية والاعدادية، بس اقتصرنا فقط اللي هم طلاب الفصل التاسع. ايضا طلاب المراحل المدارس الدوليه والخاصه بالاضافه الى اولياء الامور والمرشدين الاكاديميين وايضا متاح لطلاب الجامعات والكليات الاخرى للاطلاع عن قرب على جميع المعلومات والخدمات اللي تقدم لهم من خلال اليوم المفتوح الافتراضي. اكيد لكن سيده ايمان هل الجلسات اللي راح تكون مصاحبه لهذا اليوم المفتوح ستكون فقط باللغه العربيه من هناك جلسات باللغه العربيه واللغه الانجليزيه كون شريحه الاستهداف اليوم مو بس طلاب المدارس الحكوميه لكن مثل ما تفضلتي طلاب ايضا المدارس الخاصه اللي موجوده في الدوله نعم لان اللي راح يكون من ضمن الزوار طلاب المدارس الاجنبيه وطلاب المدارس الخاصه فان المنصه اللي وفرناها بتكون فيها عدد كبير من الفيديوهات والعروض التقديميه والكتيبات الالكترونيه اللي تعرف عن الأقسام والكليات طبعا بتكون باللغتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية على اعتبار أن مثل ما ذكرت لكم أن جزء كبير من المدارس الدولية والخاصة راح يشاركون وبيكون من ضمن الزوار في الأجنحة الخاصة بالعربين أيضا بتتوفر منصة في المنصة ميزة في التواصل مع ممثلي الأقسام والكليات عن طريق الدردشة الدردشه ايضا حرصنا انها تكون باللغتين باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه بحيث يتم الرد على استفسارات الزوار ايضا سيوفر الجناح بيكون في جناح خاص للاستفسارات باللغه العربيه والانجليزيه لخدمه جميع الزوار في حال وجود اي مشاكل الكترونيه خلال اوقات الفعاليه سيده ايمان المجلي كلمه اخيره تحبين توجهينها للمشاهدين سواء كانوا طلاب المرحله الثانويه او الاعداديه او ايضا اولياء الامور من خلال هذا البرنامج المتميز طبعا برنامج حياتنا احب اوجه دعوه لطلابنا وطالباتنا واولياء الامور والمرشدين الاكاديميين لحضور هذه الفعاليه اللي تحمل شعار مثل ما ذكرنا عيش التجربه بحيث انهم يعيشون التجربه بزياره الكليات والجامعات اللي تتميز بالرياده وتضم عدد كبير من التخصصات اللي تخدم سوق العمل وفي الختام أوجه شكري لمقدمي البرنامج على الاستضافة والتلفزيون قطر كل شكر لك سيدة إيمان المجلي وأنت أخصائي أول إرشاد وتوجيه بجامعة قطر على وجودك معنا عبر الاتصال الهاتفي يعطيك العافيه وما قصرتي وسلمان يعني نتمنى من, من الجميع ان يحضرون هذه اليومين اللي راح يستفيدون منها ان شاء الله وراح يتعرفون اكثر على جامعه قطر والاشياء الموجوده والتخصصات الموجوده في جامعه قطر. تقول جامعه قطر تبتسم عبد الله. <applause> لان انا متخرج من جامعه قطر. وانا بعد متخرج من <applause> جامعه قطر مشاهدنا الكرام مستمرين معاكم في حلقه اليوم من حياتنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. معكم الله مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في برنامج حياتنا وننتقل لفقرتنا الحواريه القادمه طبعا بدا يوم امس الاحد التسجيل في برنامج اسانيد للاجازات القرانيه بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام يبدا تدريس في البرنامج الذي اطلقته وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اعتبارا من الاول من مارس المقبل ولمده سته اشهر. طبعا لتفاصيل اوسع حول هذا الموضوع واليه التسجيل في هذا البرنامج يسرنا ان يكون معنا السيد معاذ يوسف القاسمي رئيس قسم القران الكريم وعلومه والارشاد الديني بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في البدايه نرحب فيك ويانا ومساك الله بالخير. الله يحييكم والله يجزاكم خير على الاستضافه وشاكر لكم يعني هذه الدعوه للشرح عن برنامج اسانيد. احنا سعداء جدا امانه بتواجدك معنا في حياتنا بدايه يا ليت لو نتعرف ونعرف الساده المشاهدين اليوم على طبيعه برنامج اسانيد الخاص بالقراءات القرانيه والاختلاف الموجود في هذا البرامج عن غيره من برامج القراءات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ننوّه نوه ان الاداره عندنا في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه حريصه انها توصل كل ما يخص القران الكريم وتعليمه سواء ابتداء من تعليم الدروس الهجائيه اللي تهجي الحروف الى حفظ القران الكريم، الى الاتقان، الى الانتقال من روايه الى اخرى وختمناها بهذا المشروع اللي هو الطالب يختم القران ويعرض عرضه كامله على احد المشايخ الموثوقين ثم يحصل على سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم معناته ان ايش؟ ان هذا الحافظ القران الكريم قرا هذا القران بحفظ متقن، بتجويد متقن وأيضا قرأه كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة عن الصحابي الفلاني عن التابع الفلاني عن فلان, عن فلان عن فلان عن فلان إلى هذا الأخير اللي بيدخل في هذا البرنامج ويأخذ هذا السند متصل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا شرف كبير لحافظ القرآن ولحامل القرآن أن يكون حفظه متصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على يعني قوة حفظه ومتانة حفظه وهذا من إعجاز القرآن الكريم أنه لا زال يعني محفوظ بهذه الرصانة ما تغير ما نقول تغير في حرف واحد ما تغير فيه تشكيل من تشكيلات هذه الحروف فهذه من معجزات القرآن الكريم طبعا برنامج أسانيد برنامج خاص لحفاظ القرآن الكريم وليس أي حفاظ القرآن الكريم الحفاظ المتقنين للحفظ ولأحكام التجويد بعد هذه المرحلة احنا نبي ندخلك في مرحلة أنك انت تأخذ هذا الإسناد اخترنا مجموعة من المشايخ اللي هم موجودين أما أيضا في دولة قطر أيضا تعاوننا مع الأخوة في جامعة قطر عن طريق ثلاث دكاترة أيضا من المنتسبين معهم في الجامعة من الحاصلين على الإجازات القرآنية والمجيزين أيضا للقراء فاستقطبنا ما يقارب عشرة مشايخ للمشاركة في هذا البرنامج نعم يعني صراحة وانت تتكلم احنا قاعدين نبتسم لان هذا فخر وشرف كبير ان الواحد يكون حفظه متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم احنا ممكن الحين الناس قاعد يتابعون وتحمس انهم ودهم ان يسجلون في هذا البرنامج برنامج اسانيد فتح امس التسجيل لان متى مستمر ان شاء الله طبعا احنا اول ما اطلقنا التسجيل احنا التسجيل يكون يعني لخمسه ايام اسبوع كامل خمسه ايام عمل لكن ما شاء الله الشيء اللي يثلج صراحه الصدر ان انت لما تطلق برنامج في خلال اربع ساعات تمتلي المقاعد الى اربعه وخمسه اضعاف ما شاء الله عرفت شاء الله. فهاي شيء صراحه يعني يسعدنا ويحزننا احنا في نفس الوقت ان احنا يمكن ما نقدر نلبي رغبات جميع المسجلين اللي معانا عرفت يعني تدري البرنامج في نوع ما يعتبر برنامج قوي وبرنامج يعني يحتاج الى استمرار لانه مثل ما هو مذكور ان البرنامج مدته سته اشهر ويحتاج اتقان من البدايه وحتى النهايه احنا نتكلم اليوم لحد الحين احنا المسجلين اللي عندنا اكثر من 600 واحد ما شاء, شاء الله عرفت فاحنا حريصين ان ما يدخل معنا البرنامج الا واحد بالفعل متقن ولذلك احنا جميع اللي يعني تموا اتموا التسجيل بطريقه صحيحه وانطبقت عليهم الشروط راح على لجنه في البدايه للقبول بعدها ان شاء الله لاستاذ الاستاذ هذه اللجنه ان شاء الله راح ينتظم في يعني الفرصه ما زالت مؤاتيه للي احنا نقول لهم الفرصه موجوده احنا عندنا عدد راح نختبره طلعنا منهم العدد المطلوب وقفنا ما طلعنا بنوصل لين 600 ما عندنا مشكلة <applause> لكن اليوم أكيد يهم أي شخص يرغب بالتسجيل في في هذا البرنامج إنه يعرف الشروط الواجب توفرها صحيح الاشتراطات اللي أنتم حاطينها على أساس يتم قبوله في هذا البرنامج صح. طبعا إحنا في بداية هذه الدورة أنها هي أول نسخة تطلق للبرنامج فاقتصرنا في هذا البرنامج أنه يكون خاص بالذكور إن شاء الله في النسخة الجاية الأخوة والأخوات في إدارة الأنشطة الدينية النسائية قاعد يدرسون تكون النسخة الجاية للذكور والإناث يعني منفصلين. طبعا هذا الشرط الأول طبعا أنه بيكون للذكور أيضا أنه يكون حافظ القرآن الكريم ومتقن لأحكام التجويد. ولذلك إحنا حطينا الاختبار اللي هو على أساس أن إحنا نفلتر المسجلين معنا في البرنامج. نعم هل في عمر معين للتسجيل ولا مفتوح الأعمار مفتوحة؟ قلنا لأن نشوف مجال القرآن أنت ما تقدر يعني تحرم الصغير. ولا تقدر تحرم الكبير. صحيح ممكن يجيك واحد عمره خمس سنين متقن اتقان ما اتقنه ابو 60 سنه. صحيح. والعكس صحيح. طيب صحيح. فالعمر بالنسبه لنا احنا مفتوح، اهم شيء عندنا مثل ما قلنا الاتقان للتجويد والاتقان للحفظ وايضا بعدها الاستمرار في الحلقه، لان مثل ما نعرف دائما البدايه قد تكون يعني مشوقه ودائما تكون يعني فيها نوع من الحماس، لكن احنا دائما نقول شغلك المستمر فتره طويله هو اللي راح تاخذ فيه الانجاز دايماً الواحد احنا يعني انا حين من, من هنا انا احث الشباب اللي سجلوا في البرنامج ان انت تشوف الهدف اللي راح توصل له الهدف اللي راح توصل له مش هدف بسيط انت ما راح تاخذ مثلا ما اقلل من اي شيء ثاني لكن انت راح يكون اسمك مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم واحنا ديننا الاسلامي ما في موضوع نسب ما نسب فلان عربي فلان عجمي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى فانت انك تتميز في الشيء الذي من اجله خلقت اللي هو عباده الله تبارك وتعالى وتكون متميز في الوحي الرئيسي يعني ان يكون اسمك متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف, شرف كبير, كبير نسال الله ان نكون احنا احدهم يعني اكيد آمين لكن, لكن الله اكيد الله اكيد في استفسارات حول الاجازه الممنوحه يعني لمن اتم هذا البرنامج خلينا يعني نتكلم اكثر عن طبيعه هذه الاجازه وكيف يعني راح يرتبط اسمه بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام طبعا الشيخ اللي المشايخ اللي احنا اخترناهم للإقراء هم اصلا قرأوا على مشايخ اكبر منهم أيوة تمام وهالمشايخ قرأوا على مشايخ اكبر منهم لين يوصلون عهد التابعين وعهد الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القران من جبريل عليه السلام. طيب، فالمشايخ اللي عندنا اصلا هم مجازين بالقراءات كلها تمام؟ احنا خصصنا هذا البرنامج لقراءه عاصم اللي هو فيها راويين، راو الاول حفص اللي هي القراءه اللي احنا نقرا فيها تمام؟ والراوي الثاني شعبه. <applause> فهذا البرنامج خاص بقراءة عاصم ممكن تاخذ فيه الروايتين، رواية حفص ورواية شعبة. تمام؟ فهذه هي الإجازة اللي راح راح ياخذها، طبعاً الشيخ هو اللي راح يعني يعطي هذه الإجازة باسمه، يعني مثلاً خلينا نفترض أنا بقرأ على الشيخ سلمان، بيصير معاذ قرأ القرآن على الشيخ سلمان عن عبد الله عن كذا عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي طريقة الإسناد، وراح تكون مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. اكيد يعني بالنسبه اللي ذكرت راح تكون للبرامج راح يكون مده ستة اشهر هذه مده تعتبر طويله ولا مده مناسبه طبعا شوف آه هي مده لحافظ القران الكريم المتقن احنا ان شاء الله نقول احنا هي مده مناسبه وطبعا احنا حطينا هذه المده بعد استشاره يعني اهل الفن اللي هم مختصين بالاقراء واللي اصلا تخرج على ايدهم عدد كبير من الطلاب فوصلنا ان هذه المرحله مرحله ست شهور ان شاء الله تكون هي مرحله جيده واذا شفناها ان احنا ربما تكون قليله زدناها ان شاء الله في النسخ الجايه واذا كانت شوي قللناها عليه <applause> <applause> اللي تابعنا الان ويرغب في التسجيل وتنطبق عليه الاشتراطات <applause> احنا نقول سجل كيف يتم التسجيل؟ طبعا الوزاره نشرت التغريدات في تويتر وفي موقع اللي هو الانستغرام وفي الفيسبوك وايضا عن طريق الاخوه المشتركين في رسائل دعوه اللي ترسلها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ايضا جاهم هذا الموضوع، الحين اي واحد بس يبحث في تويتر وزاره الاوقاف راح يحصل الرابط والاعلان وصور المشايخ وشروط التسجيل وكل شيء بس يسجل عليه. انا صحيح قلت العدد تجاوز الحد لكن احنا ما ندري هالستمية 600 هل هم بالفعل راح يعدون الاختبار ولا لا فانا اوجه رساله للجميع دامك انت متقن وحافظ سجل ربما تكون احد الملتحقين في هذا البرنامج باذن الله لو نرجع نتكلم شوي عن اللي راح ياخذ الاجازه هذه هل هو راح يكون مخول انه يعطي ناس غيره بعدين بالضبط نعم طبعا موضوع الاقراء احنا لازم نستشعر ان هذه الاجازه هي موضوع امانه انت الان تجيز هذا الطالب بأنه قرأ عليك القرآن قراءة صحيحة كما تلقيتها أنت عن شيخك والموضوع ترى مش بسيط ولا سهل يعني أنا أعرف مجموعة من الشباب قرأوا وختموا وختمة وختم وختم وثنتين وثلاث في الرابعة الشيخ عطاه الإجازة ما كان ربما ضابط لبعض الأحكام ما كان ضابط للوقف والابتداء ما كان عنده بعض المحفوظ شوي مهزوز عرفت فلما اتقن هني اعطاه، لان هالموضوع موضوع امانه. فلذلك احنا قلنا الفلتر وطبعا اللي بيكون آه راح يحصل على الاجازه من خلال هذا البرنامج طبعا بيكون مرشح انه مش مرشح بيكون خاص هو اهل <applause> للاقراء في هذه الروايه اللي حصل عليها اللي هي روايه عاصم. اكيد، ختاما معاك اخوي معاذ بالنسبه للدوام سته اشهر في هذا البرنامج هل <applause> راح يكون في مقر معين في مكان معين ولا هي. كيف هي اليه الدوام بالنسبه طبعا لي. شوف آه، احنا على اساس ان احنا بعد ما نضغط على المشايخ لان المشايخ اصلا بعضهم يمكن يكون م. عندهم طلاب طيب وغالب الملتحقين بهذه البرامج يعني ناس بيكونوا مشغولين غالبا يعني ما بيكونوا من صغار السن م. طيب فاحنا تركنا التنسيق في الوقت بينهم وبين المشايخ طبعا المساجد اللي راح يتم فيها الاقراء هي اقرب مساجد من المشايخ حلو تمام بحيث انه يكون الموضوع سهل راعين ان المشايخ يكونوا متوزعين في مناطق الدوله زين بحيث ان اهل الشمال عندهم حد يعني عندنا احد القراء في سميسمه عقب عندنا احد في صوب الحيل عندنا في المرخيه عندنا في المعموره عندنا في الهلال فمتوزعين المشايخ القراء في ارجاء الدوله وان شاء الله احنا نحاول يعني نلبي اقرب حلقه لاخواننا الملتحقين في هذا البرنامج باذن الله الله يعطيكم العافيه وخيركم من تعلم القران وعلمه فيعني يعني الشخص اللي يعلم القران ياخذ اجر كبير والاجر مستمر مستمر مستمر, مستمر. فيعطيكم العافيه وما قصرتوا طبعا السيد معاذ يوسف القاسمي رئيس قسم القران الكريم وعلومه والارشاد الديني وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميه شكرا لكم وموفقين ميزا. ان شاء الله في هذا البرنامج امين وياكم جزاكم الله خير على الاستضافه والحوار شكرا لك على وجودك مشاهدي الكرام إحنا مستمرين معاكم في حلقة اليوم من حياتنا ولكن بعد هذا الفاصل حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، نبدا وياكم موضوع آخر حيث أطلق مركز النور للمكفوفين برنامجاً توعوياً للمدارس العامة والخاصة عن الإعاقة البصرية. وذلك في إطار جهوده للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطلاب مشاهدين البرنامج يهدف إلى إيجاد مجتمع أكثر وعياً بذوي الإعاقة البصرية وبالتالي يمكن أن يسهم في إيصال الخدمات المتكاملة للفئة المستهدفة طبعا لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا السيد حسين الحداد رئيس قسم التوعية والتنفيذ وفي إدارة التوعية المجتمعية في مركز النور المكفوفين حياك الله ويانا ومساك الله بالخير الله يحييك ونشكركم على هذه الاستضافة سعدين بتواجدك أخوي حسين معنا في حلقة اليوم من حياتنا بداية يا لو نتعرف من خلال وجودك ونعرف الساده المشاهدين اكثر بهذا البرنامج التوعوي المقدم بالنسبه للمدارس الحكوميه وايضا الخاصه. طبعا هذا البرنامج جاء من خلال مبادره من اداره التوعيه المجتمعيه في مركز النور المكفوفين وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم المتمثله في إدارة التدريب والتطوير طبعا جاءت هذه المبادرة بهدف توعية المدارس والمدرسين خصوصا في عملية اكتشاف بعض الطلاب اللي هم متواجدين داخل الصف يكون عندهم مشاكل بصرية وكيفية ملاحظة هذه المشاكل البصرية لدى الطالب نعم يعني هذه من هدف من الاهداف ولكن هل في اهداف ثانيه ناويين إن, ان شاء الله تحققونها من خلال نعم هذا البرنامج؟ الاهداف العامه هي عمليه التوعيه الشامله للمدارس طبعا احنا عندنا مدارس كثيره في دوله قطر يمكن يجهلون عمليه اكتشاف بعض السمات او الصفات الخاصه بذوي الاعاقه داخل الصف لان دورنا هو دو وقائي في هذه المرحله احنا مش دورنا تشخيصي بشكل عام يعني ما نخلي المدرس يكون كدكتور في داخل الصف طبعا دوره ملاحظه بعض الصفات العامه اللي ممكن يلتمسها خلال مواجهته اثناء الصف مباشره مع الطالب نفسه يلاحظ بعض الصفات العامه مثلا رأرة العينين وجود العين تدمع قربه للكتاب أو تبعده إلى الكتاب نفسه فهذه مؤشرات عامة تدل على أن هذا الشخص أو الطالب عنده المؤشرات هذه أكيد اليوم أخي حسين المدة الزمنية اللي راح تكون لهذا البرنامج وكيف راح يتم, يتم تطبيقه في, في, في المدارس اللي موجودة عندنا في الدولة طبعا احنا ابتدينا من نهايه شهر يناير على مدى كل اربعاء طبعا نقوم بعمليه التوعيه في كل اربعاء وتجينا مجموعات كثيره من المدارس في عمليه التوعيه طبعا احنا بدينا في المراحل الاولى في مرحله المراحل التعليميه مثل مرحله الروضه ومرحله الثلاث سنين الاولى طبعا هذه المراحل هي المرحله اللي ممكن نكتشف فيها المشاكل البصريه بحيث ان لو اكتشفناها مبكرا نقدر نتلافى المشاكل التعليميه اللي تلاحقه في السنوات المتاخره اكيد يعني دائما لازم احنا نحدد ونشوف الامور في البدايه على اساس انه نقدر نلحق مثل ما نقول ولكن لو لو نتكلم عن المواد اللي راح يتم تقديمها خلال البرنامج وشنو هي المنصات اللي انتم تتخذونها لعرض هذه المواد؟ طبعا احنا في هذه الفتره احنا عندنا اللي هو وجود الكوفيد 19 وطبعا الحمد لله رب العالمين الحين رجعت الامور الى نصابها ولكن نظل احنا نستخدم برنامج زوم في عمليه التوعيه. م. آه طبعا احنا مثل ما ذكرنا احنا كل اربعاء عندنا المجموعات كثيره تتواجد معنا عبر منصه زوم ونقوم بعمليه الشرح آه من خلال متخصصين في مجال الاعاقه البصريه آه الدكتوره الاستاذه شهله وطبعا عندنا الاخوات والاخوان اللي هم المتخصصين في مجال التربيه الخاصه في كيفيه الاحاله في حاله اذا وجود اعاقه بصريه فعليه موجوده داخل المدرسه كيفيه احلالها الى اخصائيه التمريض الموجوده داخل المدرسه ومن ثم الاخصائية البصرية الاخصائية التمريض الموجودة داخل المدرسة تحيلها إلى مستشفى حمد أو تحيلها إلى مركز النور للاستشارة. أكيد، اليوم سيد حسين كونك يعني مختص في, في, في هذا الجانب، احنا ودنا نوجه لك سؤال، يعني الإعاقات البصرية الموجودة لدى الأطفال في المدارس، هل كل الإعاقات يجب أن يتم تكييفها وملائمتها من أجل دمجها بين الطلاب، ولا في إعاقات ممكن يتم حل المشاكل اللي فيها من أجل يعني ان الطالب هذا والله يتخلص من هذه الاعاقه الموجوده طبعا اذا تتكلم عن الاعاقه البصريه طبعا الاعاقه البصريه يجب تكييف البيئه الخارجيه له بحكم ان المعاق البصري خصوصا اذا كانت فقط اعاقه بصريه يفهم يسمع ومنتبه أكيد. بشكل جيد يمكن تلاحظته اثناء تواجدكم في المدارس يمكن صادفتوا اشخاص من ذوي الاعاقه البصريه صح. متفوقين احيانا دراسيا متميزين تعليميا ليس لديهم مشاكل اخرى ولكن تحتاج انك تكيف البيئه بالنسبه لهم مثلا تواجد اللي هو اخصائيين للمواد الاخرى مثل المواد الكيمياء او الرياضيات لان تحتاج الى اشياء ملموسه او تعليميه لها ولكن كشخص متعلم ومثقف اعتقد ان لاحظتها شيء اما اذا كان متعدد اعاقه توجد لديه اعاقه بصريه زائد اعاقه توحد او اعاقه ذهنيه هذا يحتاج الى ان تكيف له الكتب تكيف للمواد المواد تهيئ لاشخاص متخصصين يتعاملون معه ولكن ما يمكن ان يندمج في المجتمع بالمدارس العاديه نعم اكيد يعني جهد كبير وتشكرون على هذا الجهد اللي تقدمونه لان يعني الطلاب يعرفون شنو الاشياء اللي ممكن ان يعانون منها وكيفيه علاج هذه الاعاقه البصريه لو نتكلم عنها ففي الختام نبي منك كلمه اخيره توجهها للمشاهدين كلمه اخيره توجهها لي طلاب المدارس، المدرسين اللي في المدارس، اولياء الامور ايضا. طبعا احنا نوجه كلمه بخصوص اذا يعني مثلا اذا قلنا اولياء الامور اهتمامهم بابنائهم من ذوي الاعاقه البصريه، تثقيفهم وتعليمهم وكذلك عمليه دمجهم، الطلاب في المدارس طبعا احنا خصوصا الطلاب الغير معاقين بصريا نصيحتي لهم اذا شافوا اشخاص من ذوي الاعاقه البصريه الموجوده معهم حسن التعامل معهم يكون عندهم ثقافه في مجال ذوي الاعاقه البصريه طبعا هذه لازم تكون ثقافه عامه موجوده عند الطلاب وكذلك عند المعلمين. اكيد كل الشكر لك اخوي حسين الحداد وانت رئيس قسم التوعيه والتنفيذ والمتابعه باداره التوعيه المجتمعيه في مركز النور للمكوفين على وجودك في حياتنا. وكل التوفيق ان شاء الله في هذا البرنامج يا رب. شكرا لكم على هذا الاستضافه. الله يعطيكم العافيه موفقين ان شاء الله وياكم مشاهدينا الكرام حلقه اليوم كان فيها الكثير من المواضيع اللي تكلمنا عنها مواضيع مهمه ومواضيع شيقه ومسابقات ايضا يعني قادمه باذن الله. باذن الله سبحانه وتعالى الموعد الجدد فيكم مشاهدينا الكرام غدا الثلاثاء في تمام السابعه على شاشه تلفزيون قطر لذلك الحين تقبلوا تحيه طاقم عمل برنامج حياتنا ومع السلامه. مع السلامه.